مساء الجمال والسعادة والمحبة نهديها لكل من يشاهدنا دوما في شاشة البلد الحبيبة من داخل حوش البلد. برحب بكم، بنتمنى لكم يوم سعيد وجميل وأمسية سعيدة وجميلة بالحضور الجميل والمختلف المعاي في سهرتنا لليلة وحديثنا الكبير والجميل في الفن السوداني الأصيل، والحديث عن سوداننا الزمان بفنه وسوداننا الآن بفنه، وبشكل خاص أو بشكل مختلف حنتكلم عن الغنى اللي بسموه الغنى الهابط. حنعرف من خلال الحلقة دي يعني شنو غنى هابط، ومنو اللي بيغني الغنى الهابط، ورأي كل من يهمه الأمر في الفن السوداني عن الغنى الهابط والأغنيات اللي بقت مرددة بشكل كبير جدا في الساحة الفنية السودانية. إذا مشاهدونا خلونا نرحب بالضيف الكبير والشاعر والفنان الجميل دوما بيجمل شاشة البلد بحضوره الأنيق الأستاذ التجاني. مرحبا بك، مساء الخير عليك، حبابك في مكانك. مرحب بيكي في حوشكم حوش البلد، ومرحب بكل مشاهدي سهرتك دي. وغاية ما نتمناه أن نكون يعني مع المجموعة المعانا نقدم سهرة تروح عن الناس، وفي نفس الوقت نعطي جرعات من معلومات خاصة بموضوعك، خاصة عنوانه كبير. شكرا جزيلا لك. يديك العافية أستاذ التجاني حاج موسى. ومن جانب الشعر والإبداع ننتقل إلى ملف آخر، منصة الصحافة الفنية والنقد الفني بشكل خاص ودورهم الكبير في محاربة كل الظواهر السلبية التي ظهرت بشكل كبير على الفن السوداني. نرحب بالأستاذ الصحفي والناقد الفني سراج نايم. مرحبا بك، مساء الخير عليك معنا. مرحبا بك دعاء، مرحبا بقناة البلد. هو بتمنى انه يعني نقدم ماده يستفيد منها المطلقي حول الموضوع المطروح، وبتمنى انه والله القناه طوال يعني تستمر في النهج ده، عشان نقدر على الاقل نكافح بقدر ان شاء الله ولو قليل ما يطرح في الساحه من قناء ركيك او انجازه التسميه القناء الهابط. جميل. شكرا. ومن جانب آخر أيضا مشاهدينا، جانب الملكية الفكرية والقانون، وهل يحافظ ويحاكم كل من يمارس الفن السوداني بشكل خاطئ؟ خلونا نرحب بولانا نادر محمود. مرحبا بك، مساء الخير عليك. مرحبا، مساء الخير عليك دعاء، ومساء الخير على كل محبي متابعي قناة البلد. ونرجو أن نقدم سهرة تليق بهذه القناة الجميلة وبمشاهدي هذه القناة، ونقدم معلومات يستفيد منها الجميع إن شاء الله. أكيد إن شاء الله بتجمل سهرتنا دي أحدنا الفنانين الشباب المبدعين في غناهم وفي صوتهم المختلف. خلونا نرحب بالفنان الشاب الطاهر سعدابي. مرحبا بك يا الطاهر، ومساء الخير عليك معنا. مساء النور عليكم، وسعيد جدا يعني بالإطلالة عبركم للمشاهد الكريم. سعيد جدا بوجود الأستاذة معي في السهرة، إن شاء الله الواحد يقدر يقدم حاجة جميلة للمشاهد إن شاء الله. مرحبا بكم الضيوف الجميلين معنا الليلة. إحنا عايزين نوصل رسالة لكل الناس اللي بيشاهدونا ولكل زول لسه يعني بيتنسم وبيحب الغنى السوداني الأصيل. أبدأ بك يا أستاذ التجاني، نحن قلنا للمشاهدين في بداية الحلقة نحن خصصناها للغنى الهابط، وضح لهم يعني شنو الغنى الهابط وأسباب وجود الغنى الهابط داخل الفن السوداني. نعم، هي تسمية مرات بيقولوا الركيك ومرات بيقولوا الهابط، خادش، هي تسمية مجازية. لكن انا لو داير اعرف انه على الغنى موضوع الحلقه دي بقول الغنى المنفلت، يعني الغنى الذي لم يلتزم بضوابط الغناء. لانه الانسان لما يطلع للناس ويغني ينبغي له ان يغني للقيم المطلقه، قيم الخير وقيم الجمال وقيم المحبة وقيم الشجاعة وقيم التسامح. لكن أن يتخذ بعض الناس قضايا أنا بسميها قضايا انصرافية وبعد ذاك يسمعوها للناس، هم ما عارفين إنهم لما يغنوا مثل هذا النوع ده من الغنى وخاصة الغنى الناس بتشيله سريع لانه معاه الموسيقى ومعاه الايقاع. جميل. طيب استاذ التجاني، نحن نسمع منك من رؤيتك انت ومن جانب انت مستمع،
لكن معانا الآن زول مغني من جانب آخر، معانا علي كايرو على الخط الهاتف معانا. مرحبا بك يا علي ومساء الخير عليك. كيف أحوالك؟ إن شاء الله بخير في شاشة البلد. الحمد لله. علي كايرو، رأيك شنو في الغنى الهابط؟ والله ما في غنى هابط. ما في شنو؟ ما في حاجة في الغنى هابط. طيب النوع آخر من الغنى الغير مريح يسمى شنو؟ غنى خفيف يعني. في كلمات كثيرة لكن ما في حاجة هابط. هل في تصنيف معين لنوع الغنى اللي انت بتقدمه؟ انا بقدم كل انواع الغنى، لو خفيف لو حبيبه ولو ايش. انت بتغني من بدري يا علي، وشاهدت لك كثير من الفيديوهات وكثير من الاغاني اللي هي بتتداول بشكل كبير، يعني تحت تصنيف انها هي غنى هابط. أو لو أديناك المساحة يا علي إنك تعرف لنا الغنى الهابط هو شنو من وجهة نظرك؟ والله أنا ما بعرف الغنى الهابط. أغاني خفيفة يعني طرب. أها. طيب يا علي، أنت بتصنف غناك شنو؟ أنا بصنف غناي غنى خفيف. غنى خفيف؟ أيوه غنى جدا خفيف. هل بتتداول المصطلح بتاع المغارز ما بين بتداول يعني تصنف غنيات مغارز ولكن ما غنى هابط؟ ايوه يعني غنى المغارز ما غنى هابط؟ الكلام الحاصل يعني. ما في مشكلة، نحن بعد ما نخلص منك نسمع رأي الحضور الموجودين معانا. يعني انت حابب انك تعقب او توضح معنى الغنى الهابط او الحاجة اللي بيقدموها الشباب عموما الآن واللي بتتداول بشكل كبير وبشكل سريع جدا في الساحة الفنية. ايوه. انت معانا يا علي؟ معاك. قلت لك انت رايك الان في اللي بيحدث في مواقع التواصل الاجتماعي او الفنانين اللي بيطلعوا اغنيه بتكون بشاعر معين لكن بتسمع فيها مغارز، يعني زي كانك بترد لفنان تاني بكلماتك بالحانك وبتصبح الاغنيه متداوله عند الجميع. لا هو معرض. نعم ومارد يعني. طيب يعتبر شنو؟ انت قلت مغارز صح؟ ايوه. ما المغارز دي رد لكن. لا لا مارد. طيب المغارز شنو ممكن توضحها لنا؟ المغارز ده مش اللي بيحصل في الحياه انت عارفه يعني. اللي بيحصل شنو في الحياه طيب؟ بصوره اوضح يعني؟ في اغاني بتتكلم عن هو اغاني بتتكلم عن كده. طيب الغنى اللي بيسموه هابط ده والغنى اللي انت بتغنيه يا علي، في شعراء بيكتبوه لك ولا بتكون بتتعامل مع واحد من الشباب؟ والله في شعراء بتتداول اغنياتهم على مستوى فنانين اخرين ولا بكون حصريا على علي كايرو؟ والله ما برايا. يعني الان انت تصنف يا علي انك بتغني اي اغنيه؟ انا اي اغنيه بقى. نعم يا استاذ سراج، فنان مغارس يعني. استاذ سراج قال فنان مغارس بمصطلح اخر. والله المغارس حافه عموما يعني. يعني انت بتترجم الحاجه الحاصله من خلال غناك. ايوه لو ما في مغارس ما كنت بغني مغارس. استاذ سراج قال لك جري يا كلب، دي شنو؟ ما هي جري يا كلب ما دايره تكفير. جري يا كلب شنو؟ ما عايزه تفكير. وضحها لنا يعني. قصد بقى شنو؟ ما هي ما دايره توضيح، ما واضحه، الجري يا كلب خلاص. يعني انت غنيت للكلاب؟ انا ما للكلاب. انا غنيت للكلاب البشريه. الكلاب البشريه، والله الله يكفينا شر الكلاب البشريه. استاذ سراج مايكك شغال، ممكن تسال. علي بيتكلم عن مغارس، وعن هو بالمناسبه صوته كويس يعني. يعني من الاصوات اللي انا بفتكر انها مميزه. لكن هو بيستخدم صوته في جوانب او في غنى ركيك ومفرداته ذاتها يعني الزول يستحي انه والله يعني يسمع. علي انت معانا على الخط؟
الو، عليه يحاولوا انه يتصل علينا مره ثانيه. استاذ رايك طيب السؤال ده احنا خلينا نتداوله معانا يعني. علي معانا على الخط مره ثانيه. الو الو الو، ايوه يا علي اتفضل. ايوه استاذ سراج كان بيتكلم معاك على انه انت واحد من الاصوات الجميله لكن بتستخدمها في اغنيات الناس بتستحي بانها تسمعها او تقدمها. هل انت بتستحي لما تقدم اغاني مثل جري يا كلبها وغيرها؟ انا ما بستحي، ما في حاجه تخليني استحي. وممكن يعني اغير الطريقه بتاعت اغنيات عادي، لكن الناس بتطلب كده. اغلبيه الناس، ما الناس كلها. انت بتتم تصنيفهم على يا اساس؟ والله بتتم تصنيفهم على انهم عندهم مدارس بس ما اكثر. لا الناس بتطلب منك كده وين يعني؟ انت صنفت انه كل الناس بتطلب الاغنيات دي؟ اغلبيه الناس، ما كل الناس. ايوه. لا انا قصدي انه عندك تصنيف معين، لانه اغلبيه الناس بنسبه معينه هي بتطلب الغنى الموجود الان في الساحه. أيوة. دي فالناس مستمره فيه. والله الناس اتفضل يا استاذ سراج، شو معاك على خط مسامعة. يا علي كاين. انا براي يا علي. علي كاين. ايوه طيب. أيوة. انت الشعر اللي بتقوم بتغنوه انت ومروه الدوليه وموروكو وعايشه الجبل واخرين كسر يعني زي يا جري يا كلبه دي مثلا. ها؟ والله نحن ما بندي. نعم؟ ما بندي. ليش؟ عارف يكون عنده حاجه ثانيه ترسمها عني. طيب الشعراء ده المصنفين يعني انا كفنان حابة اقدم غنى معين، معروف انه الشاعر ده بيكتب لي النوع ده من الغنى؟ نعم. الشعراء ده المصنفين ان هم بس بيقدموا يعني اغنيات بالشكل ده؟ لو انا حابة اغني اغنيات زي اللي انت بتتكلم عنها بيقدموا الاغنيات غير دي يعني. طيب بيتم اختياركم انتوا كفنانين للاغنيات اللي بالشكل ده على ياتو اساس؟ طيب الناس ما سامع اغنيه واحده خلاص الناس دي معاك خلاص صنفوها يعني. ايوه يعني معناه انت تصنفت تبع الاغنيات المغارس. فنان مغارس. لا يوم صنفوني كده، لكن انا بجوائي ما صنف نفسي. عندك غنى طيب غير غنى المغارس او غنى المتداول اللي بنعرفه نحن كلنا او شاهدناه من خلال مواقع التواصل؟ الناس بتبدي في التداول غنى المغارس. ايوه لكن غير كده عندك موجود؟ ايوه عندي. ليه ما حابب تسهروا للناس طيب؟ والله حابب اسهروا لكن ما فرصه. انت طالبت بفرصه وما لقيت؟ انا طالب بفرصه كيف؟ يعني زي ما انت بتطلع غناك اغنيات المغارس ممكن تطلع غنى مسموع مثلا. اغنيات المغارس دي في السوشيال ميديا عادي يعني، ممكن انت من هي صفحه تعملها. اها ايوه. بس في فنانين ظهروا من خلال السوشيال ميديا بالاغاني المسموعه يعني، والان ما شاء الله مجملين الشاشات السودانيه. انت اللي بتختار انه انت عايز تمشي فيها تتراك. ايوه. وانت اخترت الجانب بتاع المغارب. والله انا ما اخترت، انا ما اصلا كنت راضي لكن. طيب في امكانيه انك تقدم حاجه مختلفه بما أيوة. انك صوت جميل وعندك جمهور يعني. امكانيات ان شاء الله. هتظهرها لنا قريب؟ ايوه تمام، نحن في انتظاره معنا. شكرا لك كثير يا علي كايرو. الذكرى هذه اول حلقه تكون معك ان شاء الله. ان شاء الله، ما في اي مشكله حبابك. شكرا لك. مولانا نسمع رايك. طيب اول حاجه انا سعيد جدا انه اكون في معيه هؤلاء النجوم، استاذي التجاني حاج موسى والاستاذ الفنان الطاهر سعدابي والاستاذ الصحفي الجميل سراج النعيم، ومرحب بيك انت. طيب نحن في الاول لسه الناس اللي انت تكلمت معاهم دي انا متاكد انه واحد فيهم صوته مجاز ما في كويس، بعدين النازل يعني مساله الغناء الهابط سمي غنى هابط، اصلا ما في غنى، ما في اسم ثاني، ده غنى هابط لانه الغنى ده اساسا يعني حاد عن الاهداف من الاغنيه السودانيه. الاغنيه السودانيه دائما بتدعو الى الفضيله، بيت الحلال، الوطن، الجمال، الطبيعة، في الآخر ده كله بينصب في إنه الناس يعني يزيد إيمانياته بالمولى عز وجل يعني، تمام؟ فهم بيغنوا غنى
فيه إشكالية كبيرة جدا جدا. الغنى السوداني ده يعتبر واحد من ممسكات الوحدة الوطنية، يعني في نماذج كثيرة لأغنيات كثيرة ما بنحب عصبية القبيلة، تربي فينا دغائن وبيلة، يوسف مصطفى التيني، كل أجزائه لنا وطن إذ نباهي به ونفتتن، محمد عثمان، كويس. يعني الغنى ده زي ما قلت لك من ممسكات الوحدة الوطنية. لما تجي واحدة تطلع لي في الليلة فوق وتقول تغني للنوبة وللشاقية وللجعلية ويا ناس المباحث ويا ناس الجيش، يعني مسألة ذاتها في الآخر تعتبر يعني ضرب من ضروب يعني تفكيك الأمة. بالإضافة لأنه في حاجة مهمة جدا، السوشيال ميديا ساعدت في انتشار هذا النوع من الغناء، والغنى ده بخش البيوت بدون استئذان. يعني هسه الجيل القايم ده كله لو سألته قلت له تعرف سيد خليفة؟ ما بيعرف سيد خليفة ولا بيعرف غنى سيد خليفة، بيعرف الغنى ده، ودي مشكلة كبيرة. ده حيكون زول قايم عنده خواء ذهني ما فاهم ايش. الأغنية السودانية دي فيها حاجات كثيرة بتعلمك، يعني شيخنا الضرادي مثلا بيقول مثلا خريف وشتاكة ميل يابان المصري أتاكة، دي ما جغرافيا، المصر دي الرياح الشمالية الجنوبية في الشتاء، الرياح تجي من الشمال للجنوب، دي ما جغرافيا. بدأ النص بأحرموني ولا تحرموني، بدأ النص فوق بتشريع أحرموني ولا تحرموني سنة الإسلام السلام، وختم النص ده تحت بفتوى من طاعات المكروه عمدا غير الشك يطاعات الحرام. فالغنى عنده أهداف وعنده رسالة، تحس أيوة في رسالة موجهة. ديل ما عارفين بيعملوا في شنو. أنا بسمي لأنه ما 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 ما, ما بقول ما أنا ذات استغرب لما تقول فنان، مفردة فنان دي لا يطلق على أي شخص، يعني لا تطلق على علاتها يعني. وللأسف الكبير هنالك من يطلق عليهم الأستاذ، ما أعرف الأستاذية دي كيف. إذا كان في بلد غنى فيها عبد الكريم الكابلي وغنى فيها عثمان حسين وغنى فيها عبد العزيز، إذا كان ده أستاذ ذلك يطلعوا شنو؟ أنا أقول البروف عبد العزيز أحمد داود ولا أقول شنو يعني؟ خلاص ده أستاذ اللي بيقول في الكلام الفارغ ده. يعني طيب كلامك ده يا أستاذ، اتفضل يا أستاذ. أنا أقول اتجاني لحاجة، اللي اسمه علي كايرو ده قال الناس دايرين كده، هل الذوق يدنى؟ هل ذوق الناس بقى متدني؟ ولا الحاصل شنو يا أستاذ؟ طيب كويس، أنا حقبض الجو. ما في مشكلة، خذ مساحتك. أول حاجة داير أقول واحدة من زي ما تفضل مولانا نادر، المسألة معقدة. يعني المسألة معقدة، والأسئلة اللي بتطرحها ابنتنا الفضلة الإعلامية الجميلة بيشتركوا فيها كثير. تشترك فيها الوسائط، يعني التكنولوجيا دي دخلت في المحظور، يعني ممكن تعبي فيها أي حاجة. وببساطة الموبايل اللي انت شايله ممكن تروج به إلى ثقافة سالبة. صحيح. يعني ممكن تمشي به أبعد من كده، أسوأ من الغنى. ممكن يعني تحمل فيه حاجات تخدش الحياة والخجل. صحيح. ودونك الأفلام الأفلام البطالة. يعني طيب ما هو الحل في أن نضبط هذه الوسائط التي يعبأ فيها الصالح والطالح؟ هنا أنت بتكون حيال القانون، وللأسف الشديد القانون موجود، يعني القانون موجود. وحتى الغنى الجبيل أنا سميته منفلت ده لا ينبغي له البتة أن يبث أمام الناس. والقانون موجود والمحكمة موجودة والنيابة موجودة وشرطة المصنفات موجودة، لكن للأسف الشديد علتنا نحن هنا تكمن في إنه ما بنفعل هذا القانون. يعني أنا هسه متأكد بيكون 75% من أولادنا وبناتنا اللي بغنوا ديل لم يعبروا عبر أساتذة الصوت. يعني أي زول، يعني مع احترامي لابننا الحمد لله مرة عبر اللجان، لكن أنا متأكد في عدد مهول جدا من أولادنا وبناتنا، وبعدين يعني أصبحت هي ذاتها مصدر رزق سهل.
كويس. دي واحدة. نمرة اثنين يا سراج، المجتمع مسؤول برضو. يعني انت ليه بتجيب الفنان اللي بيعمل بالمناسبة غرز الشيء، معناته انت جبت المسلة ولا الليبرة غرستيها في القماش، يعني حاجة جارحة. دي الغرز، دي الغرزة في التوب، مش عارف الغرزة يعني نعم شنو. نعم. طيب انتوا بتجيبوا الناس دي اللي وتدفعوا لهم قروش، معناته انتوا بتروجوا لهذه الثقافة السالبة. واحد، المؤسسات، انا كنت يوم مسؤول من الكلام ده كله في المصنفات. انت هل تعلمي المعلومة دي انه الفنان زيدان ابراهيم الله يرحمه صديقي عشان يجي صوته 5 سنين، خمس سنين غير من الفنانين الكبار، يعني هم امشي يقولوا لا امشي وتعال امشي وتعال، فما بالك بانت تكون قاعد في بيتك نايم تسمع مغنية تلت ساعة بتغني لك عمارات ومبدات شمالية الجعليين ده فائدة شنو؟ أستاذ سراج يمكن يكون عنده علم إنه الغنى من النوع ده اسمه شنو؟ الغنى اللي بيطلق عليه أسامي الأماكن أو أسامي الأشخاص أو المؤسسات بيسمى أغاني بلاغات يا أستاذ. أغاني شنو؟ بلاغات. هل عندك علم يا طاهر سعدابي؟ أيوه. بلاغات بمعنى إنه أنا برفع بلاغ. بلاغ. للشرطة. لا لا أنا ولا الشرطة. بلاغ شنو؟ القصد منه النقطة. آه. تجي تلقط. هاي يعني نقول التجاري. لا انا افهم افهم انه الغنى رساله. ايوه. يعني هل في يوم من الايام رصدت لاحمد المصطفى ولا عثمان حسين ولا الكاشف ولا زيدان ولا حتى الجيل اللي جه بعديهم، هل رصدت لهم من خلال اجهزه البس كلمه نابيه تخدش الحياه تسيء للنظام العام والاداب؟ لا. طيب أنا هسه بقول الحل يكمن في إنه يجب أن نفعل قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، لأنه غير الغرز والبلاغات في اعتداء على الحقوق. أيوة. على حقوق. أيوة. على حقوق حتى الناس اللي كتبوا غنى جميل. أيوة. في اعتداء على حقهم الأدبي وحقهم المادي، و يعني زي ما قال أستاذنا عتيق نحن حيين وغيرنا وارث. يعني أنا بقعد بشوف من خلال الوسائط عدد من اولادنا بيغنوا غناي، انا زول منتج للغنى كويس وهو المستفيد، يعني هو اللي بياخذ العداد. أيوة. ترجع له الحاجة. وانا مثال واحد لعدد كبير من الناس. يعني هي ما المساله مساله كلام فاحش او كلام يخدش الحياه. عفوا، احنا محتاجين ان ننظم هذا الامر وان نفعل قوانين الرقابة وأن نفعل شرطة المصنفات وأن نفعل اللجان اللي كانت مختصة بتجهيز الأصوات وبتجهيز الكلام. يعني لا ينبغي لأي زول يجيب قدام 3 ناس، الجمهور 3، القانون بيقول ما في زول يجيب قدام الجمهور ويغني كلام أصلا هذا الكلام ما مر على ناس اللجنة، ويعاقب عليه قانونا. اللي هو مصطلح جديد او غريب يعني. يعني هو موجود. يعني انت تجي قدام الجمهور وتغني البلاغات ولا الغرز ولا الكلام اللي بتقوله ده. طوالي للنيابة يتفتح بلاغ ضد هذا الزول. وضد الناس اللي جابوه ذاته عشان يغني الكلام ده. جميل، يا ريت لو تنفذت الحاجات. دخلونا نستقبل اتصال معنا. شاعر بهدي مصطفى، مساء الخير عليك يا استاذ ومرحبا بك معنا في شاشة البلد. مرحبا بك يا اخي، مرحبا بجميع الطلبة معنا وشبابكم اللي فيها. يديك العافية استاذ مهدي. هالليلة حديثنا بنتكلم عن الغنى الهابط الموجود بشكل مستمر ومتداول بشكل كبير في الساحة الفنية السودانية، فعايزين نسمع رأيك بكل وضوح. موضوع الغنى الهابط بالضبط بتتكلم يعني. نحن بنتكلم عن الغنى الهابط، حلقتنا اليوم مخصصة بشكل كامل عن الغنى الهابط والغنى المتداول بشكل كبير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. أيوة. يلا لو أنت بتتكلم على الغنى بتاع الجونات ده، هو بيسموه إنه غنى هابط هو الجونات ده. يعني إحنا ما بنكتب الكلام. أيوة هو نفسه. أيوة.
يلا ده انا ما راح اعتبره شعر اصلا. اوكي ولا عنده شعر ذاته بيكتبه. يعني ده حاجه قلنا كده بتداول في قعداتهم، يعني قاعده اختبار قاعده بتاع الجبنه او جلسه او حاجه ما بيناتهم تبرغ اغنيه، في حين انه الفنان او الفنان الواحد بيكون مغنيها من التليفون وهو في الحفله. يعني لا ليها بروفه لا سمعها لا كده لا يعني ولا جابوا لا جابوا ليه ولا الغنية، يعني الشاعر بدي الفنان الغنية واحتمال يعدي لها حكاية تعد اسبوع كامل يحفظها ويورفها بعد ذاك يمكن شهر يغنيها في الحفلة. فما لا فيه غافية لا فيه وزن لا فيه ما شعر ما راح تصبر شعر. يعني انا من الصفر لا كاتب اكثر. يا استاذ مهدي قبل شويه كان معنا علي كايرو في اتصال برضو، كان معنا علي كايرو في اتصال قبل شويه كده، فكان بيتكلم بيقول على انه الاغاني اغاني المغاربه واغاني الجونات بشكل عام عندها شعراء هم بيكتبوا الاغاني دي ونوع اخر من الاغاني. يعني ما بعتبرهم شعراء يا استاذ معلش يعني. طيب ممكن نسميهم شنو يا استاذ مهدي؟ فده حاجه بعتبره غنى بتاع قعدات في نفس القعده، والاغنيه اتالفت في ساعه واتغنت في ساعتين يعني. ما راح تقول شعر. الشعر سواء كان يعني مصنف او ما مصنف، لكن انا بعتبره انه شعر مكتمل من جميع النواحي. بعتبره ده شعر يعني زي ما قلت لك من وزن وغافي. يعني انا بتكلم لك عن نفسي، ده انا كاتب اكثر من كمان الناس دي كلها عارفه، يعني انا كاتب من الشباب ما شاء الله. لكن انا يعني حتى ولو علي مساء الخير. ده استاذ مهدي مصطفى معنا. منو؟ استاذ مهدي مصطفى الشاعر. استاذ مهدي مساء الخير، انا عمك التجاني الحجون. انت قلت كلام كويس، عشان كده انا داير اعقب عليه وقلت مصنف. نعم انا بفتكر انت لمست الجرح حقه. اي اغنيه ما ممهوره بختم من لجنه مختصه بتاع اساتذه وبتاع مؤسسة مكتب حق المؤلف في السودان يجب أن لا يغنيها الفنان، لأنه لو غناها يجيو إدارة الرغابة أول حاجة بيسألوه يقول له أنت غنيت الأغنية دي، أبرز لنا التصريح بغناء هذه الأغنية للمجتمع، لأنه الأغنية هي عبارة عن 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 قيمة ممكن تكون القيمة دي سالبة تدعو للجريمة وتدعو للفجور وتدعو لشنو، وممكن تكون قيمة إيجابية تدعو للجمال والعفاف وللصدق وتدعو لتعبئة الناس برضو لحبهم لأوطانهم ولحاجات زي دي. فأنت هسه كلامك ده صحيح، يعني إحنا إذا دارين نستعدل المسألة دي ينبغي أن نبسط جهاز الرقابة وينبغي أن نفعل القوانين اللي بتحمي المواطن من ان لا يتلقى مثل هذا الغث من الاغنيات. بالضبط كده يا استاذ، هو مفترض تكون في رغبه على الغنى، والغنى بالضبط كده يعني في من الملاحظ في الفتره الاخيره دي او في الساحه غنى بقى اي كلام، يعني غنى نسبه الواضح يعني غنى ما عنده اي معنى. يعني عباره عن نبذ وعباره عن مغارب وعباره عن فنانه مشتاكه مع فنانه متفقه في الحفله، زول عنده مشكله مع زول نبذ كده يعني ما غنى الزمان. حتى الغنى الهابط يعني انا لو كان يعني ما باعتبار مصطلح هابط انا يعني شايفه جاد شويه كده، لكن ممكن يكون في غنى خفيف او غنى سوء زي ما بسموه، لكن غنى يعني غنى مستساغ غنى يعني ممكن يخش الاذر يخش البيوت، فيسمعوا الصغير يسمعوا الكبير يسمعوا العم يسمعوا الحبوبه، لكن شنو ما غنى هابط او ما غنى حاد خادش بالحياه او خادش بالحياه السودان يعني. فنحن السودانيين لنا تقاليد يعني لنا حياتنا ولنا مصطلحات المفروض الناس يعني ما تتجاوزها. جميل. استاذ مهدي كمان من جانب اخر في حاجه مهمه شديد، يعني بما انكم شعراء واشتغلتوا مع عدد كبير جدا من الفنانين الشباب اللي عندهم اصواتهم الجميله وجمهورهم، يعني هل بامكانكم انكم في يوم من الايام تقدموا نوع اخر من الشعر والغنى للجونات او للفنانين اللي هم بيغنوا اغنيات هابطه او اغاني مغارز او غير ذلك، بما ان هم اصواتهم جميله تسوقهم لنوع اخر من الغنى؟ هم الجونات زي ما بتسمي او مصطلح الجونات يلا هم المدارين
يعني الواحده ما لها الا تزعل لشعراء معروفين في الساحه عشان تكتب عشان يكتبوا لها غنى جميل، هي دايره كده يعني. في يعني رايك السبب ممكن يكون شنو يعني؟ والله انا بحتبر انه التكاليف الغنيه بقت مكلفه، يعني انا كشاعر ما بدي اغنيه مثلا مجانا، فتكاليف الاستوديو الاستوديو داير ده مثلا شوف ان الاستوديو مثلا بيشيل كده، الشاعر بيشيل كده، حتى الصفحات اللي بتنزل الغنى بتشيل قروش. طب تقول انا يا اخي معلومه ده كله يعني انا الغنيه عملوها ليه؟ في قاعده تتجمع انا كنت اغنيها في الحفله. لكن الغريبه يا استاذ مهدي انه العدادات اللي هم بياخذوها ممكن يكونوا اكثر من اغاني الاستماع يعني. يلا ما ايوه بيستخسروا طارحين ما نفسهم بيستخسروا في نفسهم يعني بيستخسروا انها تمشي لشاعر معروف او تجيب لها حاجه جميله، فانه زي ما قلت صوته جميل يعني في امثله كثيره ما في داعي لذكرها، الاسماء أيوة انها صوته جميل شديد يعني، لكن للاسف احتمال تكون تنتج في الشهر اكثر من 20 اغنيه وتكون فنانه مؤثره توزع الغنى ده يعني زي بابا كده يعني، فتلقاها غنته الليله بكره انتشر في كل السودان ليه؟ لانها هي مؤثره وعندها جمهور بيسمعوه للاسف، وعندها فنانات بيقلدوها في خارج في خارج الولايه يعني في الولايات صحيح بينشروا لها الغنى ده لانها مؤثره، فهي بدل انها تنشر غنى جميل بقت تنشر الغنى ده تنشر لانه زي ما قلت لك هي مؤثره عندها فنانات مؤثرات بها وكذلك عندها جمهور بيسمعها، عشان كده بتلقيه منتشر بسرعه غريبه جدا. اكيد اكيد نحن شاكرين لك جدا يعني. يا استاذ مهدي مصطفى على المساحه الجميله دي وربنا يعين ويصلح الحال ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لك كثير. الطاهر سعدابي مساء الخير عليك مره ثانيه، مساء النور، عايزين نبهر المشاهد السوداني ده بواحده من اغنياتك الجميله. طيب حنسمع اسهل شيء في الدنيا اللي هي كلمات والحان أستاذنا جميل جدا، تحياتنا له الفاتح إبراهيم بشير. تمام نسمع.
شكرا للطاهر سعداوي وشكرا للفرقه الموسيقيه اللي معاك. مولانا نادر مرحبا بك مره ثانيه. جبال استاذ التجاني ادانا لحته مهمه، قال انه القانون هو ممكن يكون موجود لكن ما مفعل، يعني الى الان ممكن يكون في شباب موجودين وبيمارسوا الغنى باشكال مختلفه لكن ما في زول فيهم تم اجازه صوته او حتى حاكموه على واحده من الاغنيات اللي ترددت، فرايك شنو؟ اول حاجه انا بضم صوتي لصوت استاذي التجاني حاج موسى واقول انه لابد من تفعيل دور قبل القوانين دي، دور لجان النصوص والالحان. لانه اللجان دي هي اللي بتعمل فلتر للغنى اساسا. ما بتطلع غنى للمجتمع الا يكون غنى يعني هو هادف يعني. وطبعا ما ممكن لا ما في لحن ركيك لكن الركاكه بتكون عادي في الكلمات يعني عاده. عشان كده اللجان النصوص دي مهم جدا جدا زي ما قال استاذ تجاني، اي زول يطلع المسرح عشان يؤدي اداء علني لجمهور لكلمات غير مجازة يعتبر مخالف لنصوص القانون في المادة 14، المادة 15، المادة 21 من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. كذلك في دور كبير جدا مفروض تقوم به مجلس المهن من خلال اللجان المتخصصة. في لجنة اسمها لجنة مراقبة ممارسة المهنة. اللجنة دي بتشوف الناس اللي بيمارسوا المهنة ديل بيقولوا شنو لابسين، شنو شكلهم ده، لبسهم ده، عنده المفروض تتابع بيطلعوا المسرح كيف يعني. مفترض انه يكون في تفعيل للمساله دي. والقانون طبعا حدد النصوص اللي يجوز انه الشخص يطلع المسرح عشان يغنيها. بعدين يعني مثلا عندك الاغنيه بتاعت حكايه عن حبيبتي سعد الدين ابراهيم الله يرحمه، قال لما جبت الاغنيه دي صدرت قفلي في الحته بتاعت رواكبنا ووضنا مرت بتلتله، بعدين قال لما طارت في الفضاء ردت أرغام رضا، وكانت أول مرة في عمر المدينة نامت وما حزينة. مين بيقول إنه طار حمامة ودته برتقانة؟ فقال له ما في حمام يشيل برتقانة. أيوة رجعوه قال له لا لكن يا مولانا يا أخي معلش قبل أنت ما تواصل كلامك يعني أنا حاليا كفنان يعني أمثال الراحل زيدان إبراهيم وغيره أنا عارف إنه أنا ما حقدر أطلع ولا يعني مقطع واحد من غنية إلا يمر على شخصيات ومسميات معينة فأنا حاجتهد عشان أنا أجيب لي نص جميل عشان أنا أقدم عشان صوتي يظهر لكن الآن المساحة أو الساحة متاحة للجميع أي فنان مهما كان عمره شكله صوته هو في هرج ومرج في هرج ومرج في الساحة المجلس مجلس المهن في هرج ومرج في الساحة الفنية المجلس يا أستاذ مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية أول ما بدأ بداية كويسة يعني لما الفنان اللي اسمه الغنى حرجل وما حرجل ايوه شهاب الضناغله كوبليه حرجل وقفوا سنه المجلس ده وقفوا من القنا سنه كذلك استدعى طه سليمان استدعى شكر الله الزيدين استدعى هدى عربي يعني كان دوره فاعل لكن انا الان ما عارف هاشم عبد السلام اللي هو الامين العام للمجلس ليه ما مفعل دور المجلس اتجاه اللي بيحصل في الساحه الفنيه. المسألة محتاجه لقرارات حاسمه. عنده القوانين، عنده القوانين اللي بتخليه يضبط الساحه. وعنده السلطات. يعني حتى الفنانين ذاتهم اللي بيطلوا عبر الاجهزه، عبر الميديا. من حقه يستدعيهم. من حقه يستدعيهم. اي فنان ويحقق معاهم. ما بيصرف. واذا ما استجابوا لتوجيهاته بحولهم المحكمه، هو ليه ما يعمل كده؟ انا ما عارف غير. ما اعرف سؤال أنا ممكن ارد ايوه اكيد يا استاذ يعني تفضل عارف يا سراج انت بتتكلم يعني سؤالك ده مشروع نحن هنا عندنا للاسف الشديد في السودان مؤسساتنا جزر معزوله من بعض المفروض يتعمل مؤتمر في وزاره الثقافه والاعلام والمؤتمر ده لتفعيل كافة القوانين زي ما تفضل مولانا نادر اللي بتحمي حق المؤلف، القوانين اللي بتضبط حركة الثقافة، القوانين اللي بتعاقب يعني إذا مثلا نسى قناة البلد بدون ما تقصد مرات أنا في قناة البلد وبتكلم الكلام ده بدون ما تقصد هي بتخالف قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة. ما قناة البلد براها، كل القنوات مفروض يقعدوا يرتبوا الإذاعات المرئية والمسموعة والوسائط
كلهم مفروض يقروا تماما هذه القوانين اللي اتعملت من سنة 75. نعم. يعني أنا الليلة لما يجيني زول في برامج منوعات في قناة من قناة فضائية ما بخليه يغني ساكن. أول حاجة أطمئن إنه هو عنده رخصة، وأطمئن إنه الغنى اللي حيغني ده ما حيسبب لي أنا ذاتي مشكلة. هي ما المشكلة في غنى الجونات والغنى ده، يعني ممكن جدا زول يجي يغني لبازرعة ويغني لعثمان حسين وتبص القناة، القناة ذاتها بتصبح مدعى عليه لأنها اعتدت على قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة. حصلت معك الحاجة دي برضه. بعدين بالمناسبة يفترض إنه بعدد الولايات يكون في مكاتب ولائية بتعنى بقوانين حق المؤلف والمهن الموسيقية والغنائية، برغم إنه المسألة دي صعبة. صعوبتها بتكمن في وين؟ في إنه في غنى ممكن ما يجي عبر القنوات دي، ممكن يجي زي ما تفضلت بيتنا في الوسائط. بيبقى ده دور شنو؟ يعني في سابقة حصلت لي وأنا شغال مسؤول من مكتب حق المؤلف، جزول دخل المكتب وزعلان جدا جدا، قال لي يا أستاذ أنتم مسؤولين عن الغنى، قال لي أنا ركبت حفلة، في الحفلة دي قلت لي ولدي يا ابني الحفلة دي فيها بنات وفيها طلاب مدارس، طلع الغنى في الشريط ده بتاع الحفلة، قال لي ولو ما عجبك انزل ما بنشيل منك حاجة. مسترجع الغنية اللي كانت شغالة يا أستاذ تجاني؟ هو مشغل بتاع الغناية غنى بتاع قاعدة وفيه غنى اللي هو موضوع الحلقة دي. الناس ما قادر تقول حاجة، الزول ده ركب لغاية ما وصل آخر محطة واخد الرقم، اخد الرقم بتاع الحافلة، رسلنا شرطة المصنفات في الموقف العام، لقوا الزول جابوا الشريط. بعد ذاك المسألة بقت مسألة قضاء، وصدر قانون عاقب حتى المغني، يعني في مجريات عرفنا المغني منو جابوه وكتب تعهد، والشريط ده ما مر عبر الأجهزة للإذاعة للتلفزيون، قاعدة زوج سجل عباها وباعوا في السوق، والمرغوب ممنوع. يعني هسه ليه قبيل الكلام بنصب حوالين انه نازل بيشيلوا قروش كثيرة، الممنوع مرخص، المجتمع ذاته مسؤول. يا استاذ خلينا كريم، خلونا نفصل المشاهد ده. انت برضو في المصنفات سبق واستدعيته الفنان اسمه نوقة الدورة الله يرحمه، لما غنى قنية هابطة استدعيته بها قانون في المصنفات، نفس القانون. بعدين بالمناسبة يعني معلش ما قطع الله يرحمه، موجود من 74 القانون، من الأصوات الجميلة، وهو طلع من 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 الدورات المدرسية. نحن لما نعمل سوابق قضائية يعني للفنان اللي بيجي يغني غنى التجاني الحاج موسى وما يرتب أوضاعه القانونية مع التجاني الحاج موسى، لما تحكم عليه المحكمة، ومرات بالمناسبة فيه سجن القانون، صح يا مولانا؟ طبعا فيه سجن وفيه غرامة. القانون نحن حنجي نشوفه بشكل أكبر، وليه هو ما مفعل الآن وانتم بترموا اللوم على منه، لكن كده خلونا نمشي للطاير سعدابي ده جنب لنا القاعدة دي بأغنية تانية. طاير رسع منك شنو؟ حنسمع دايرة سافر. تحياتي من هي الأستاذ الجميل جدا عمنا ود البكري، ربنا يديه الصحة والعافية إن شاء الله. نسمع دايرة سافر أنا دايرة أقوم يمكن أنسى عيني تنوم، يمكن انسى فيرسي بربر والصحاب اعذروني انا عقلي غاب يمكن انسى الوداع يا هو يا شباب الوداع يا هو يا شباب الوداع يا هو يا شباب الفي مرحب فيك يا عذاب يمكن انسى عيني تنوم دايره
بالصعيد يمكن انسى بين سيبك ورحل بعيد الطهاري بلد الصعيد يمكن انسى يا سلام يا هويا يا سلام يا هويا مرحب فيك يا عذاب يمكن انسى فرقونا 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 وعابوا الغرام قالوا متعة والريض حرام يمكن انسى فرقونا وعابوا الغرام قالوا متعة والريض حرام يمكن انسى لو شافوكي هم يا سلام لو شافوكي هم يا سلام لو شافوكي هم يا سلام انتي اجمل بيت في الانام يمكن انسى عيني تنوم دايره سافي دايره سافي انا دايره قوم يمكن انسى يمكن انسى يمكن انسى يمكن انسى يمكن انسى شكرا لك يا طاهر سعد ابي حاول شاركنا في جلستنا الليله حول الغنى الهابط بما انك شاب وموجود داخل الساحه الفنيه رايك شنو في غنى المغارز او غنى البلاغات او المسميات العديده اللي احنا اطلقناها من خلال حلقه الليله والله انا شايف انا يعني مرات ما بتغني وحدي لا لا والله فالناس اللي بتعرفني هي بتعرف انه انا بغني شنو فانا احتمال يعني سواء بتاخيري او يعني ظهوري شويه كده قليل بسبب انه ما بغني الغنى كويس ومصير جدا انه انا ما اغني الغنى ده فلحد ان شاء الله الواحد يسخر بصوره كويسه للناس يعني باذن الله تعالى جميل طيب يا استاذ سراج حته استاذ طاهر دي ما بتوديك لانه المجتمع زي ما قال علي كاير هو بيطلب منك انك تغني الغنى ده على دليل انه حتى الفنانين الشباب بيجوا يغنوا اغاني الجونات بنفس المصطلحات بنفس الحركات بنفس طريقه الاداء والله المجتمع انا 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 جزء من المجتمع استاذ تجاني جزء من المجتمع انت جزء من كلنا جزء من المجتمع ما بنحب الغنى ده هو يعني مجتمع مش ده ولا مجتمع وبراو الشكل الغنى اللي بغنوه ناس علي كايرو ده غنى معروف شعراءه اللي بيكتبوه بيقولوا انا بحكم ان انا مرات بكتب شعر قاعد اقعد معاهم وبناقشهم في الغنى ده الغنى ده بيتكتب عنده فتره زمنيه فترته الزمنيه 3 شهور بعد 3 شهور يعني الاغنيه ما بتقعد اكثر من 3 شهور اكثر من 3 شهور ما بتقعد بعد 3 شهور الاغنيه دي بتتلاشى وكثير الغنى زي ده تلاشى لكن بعدين يا سراج ما قطع لك كلامك تفضل اساس اذا سلمنا جدلا انه الناس ديل الارزغيه ديل اذا سلمنا جدلا انه مبدعين من يقود من المبدع ده بيقود المجتمع ولا المجتمع بيقود المبدع المجتمع لانه انت ممكن تجي تقول لي الله هم الناس دارين اغني انا سنه ممكن اجي عبد الكريم الكامل اقول له غني لي مثلا اي اغنيه مثلا يغني لي لا طبعا الله يرحمه يعني فالمساله ما يعني دي تبريرات طبعا ما عندها ما عندها وجود وما عندها اي معنى على فكره يعني في فتره يا استاذ نعم في فتره من الفترات الناس اتجهت لسماع الغنى العربي سابوا الغنى السوداني كله جاء محمود عبد العزيز ده في بشكل جادي وغنى يعني بلامس وجدان الشباب ديل قدر يجيبهم ثاني يجيبهم راجعين للاستماع للغنى السوداني لغنى الحقيبه وثق للحقيبه وثق لكل المراحل محمود عبد العزيز فنحن هسه محتاجين والله لفنان زي محمود عبد العزيز ده يجي ينقذنا من اللي بيحصل له والله قبل الفنان محتاجين لزول صاحب قرار يطلع زي ما عمل هاني شاكر في مصر الان مصر فيها انضباط على فكره مصر دي ظهر فنان اسمه حسن شاكوش ايوه نعم الفنان ده بيقول في كلام خليع وكلام
يعني احبك وانت محششه. فقال عندك علم يا مولانا انه كان موجود في حفله في السودان؟ نعم سمعت الكلام ده. في زول جابوا السودان هناك كان يشاكي طلع بدون الرجوع الى باقي النغابه، هو رئيس نغابه الفلاحين في مصر، طلع طوالي ثاني يوم بعد ما سمع الاغنيه دي وقفوا، ما وقفوا سنه، وقفوا من الغول كله كله. قرار زي ده القوانين. ايوه ايوه يلا قرار زي ده لو صدر قرار زي ده في مواجهه واحد من الفلاحين ما في الناس بعد ده زي ما قال الاستاذ تجاني الناس بعد ده بتعمل حسابها. هو بيطلع المسرح عشان يغني ويقول اي كلام. هاني شاكر ذاته بيحكي لي عباس عوض جبريل ولد الشاعر عباس قال لي سافرت القاهره بعدين محمود الفنان محمود علي الحاج غنى اغاني لابوه في كافيه من الكافيهات هناك. قال لي مشيت النغابه طوالي اشتكيت. قال لي استدعوا الكافيه وصاحب الكافيه ومحمود علي الحاج غرمهم وادوني انا التعويض ادوني انا حقي القروش ومشيت. ففي القانون في مصر غير مفعل ويطبق هناك القانون مفعل. وهنا انا ما عارف يعني اي واحد خايف في المرحله دي تحديدا اي زول خايف على منصبه داري يقعد انت قاعد ليش يا اخ ما تنفذ دي مهمتك. ايوه اكيد التنفيذ نفذ القانون لانه الموضوع بقى يعني مثلا نقول على بقت خارج عن السيطره ذاتها. جميل يعني. عندنا عبر الهاتف الفنان عمار جبره خلونا نرحب به ونمسى عليه. قبل ما حد ما يشهد لنا استاذ التجاني انت كنت عايز تعلق على حاجه تربطها بكلام داير اعلق اقول والله الحلقه دي انا مفيده بالنسبه لي انا ذاتي لانه انا زي ما بقولوا مرارتي اتفقعت. ان احنا محتاجين يا جماعه المؤسسات المعنيه ببث الثقافه سواء كان مقروءه او مسموعه او مشاهده كلها تقعد في الوزاره المختصه ويجيبوا القوانين كلها المنظمه للحاجه دي وتنشئ جسور بيناتها عشان تحكم الرقابه عشان تحصل سوابق قضائية بتوقف الحاجة. البني آدم مرات بيخاف ما بيستحي. يعني أنا أحيي أستاذنا وأخي الشاعر الكبير هاشم صديق سجل سابقة غنى ومجاز وبغنوا فنانين وأي حاجة لكن الإذاعة القومية اعتدت على حقه الأدبي والمادي أخذ تعويض. أنا داير كمان الزول الداير يخدش حياة الوليداتنا وأبنائنا وكده يجد جزاؤه المنصوص عليه في القانون. استاذ صريح هل حاليا الفنانين المحصورين في عدديه معينه؟ والله اي هم من ما بيظهر واحد جديد لا لا حتى المسيطرين يعني المسيطرين على الميديا والساحه زي منو بيغنوا؟ ما هو مروه الدوليه عش الجبل علي كايرو ده ثاني في مين ودراه وبحري ديل مسيطر ديل الاربعه ديل هسه الان هم مسيطرين على تخش الميديا بتلقاهم قاعدين تمشي اي حته بتلقاهم هم موجودين يعني وبنفس الغنى ده يعني غنى المغارس هم رفضوا الحاجه دي يعني الان اول مكالمه قبل ما هم بقول لك انا هم هو هم هو انا بغني غنى خفيف ما هو ما مدرك للغنى ده انه هو غنى خفيف دي شنو يعني يعني ما هو غنى خفيف تبي تقول لي جري يا كلبه وين الخفيف لو النيابة فتحت بلاغ والرقابة جهاز الرقابة فتح بلاغ ودوا الزول ده للمحكمة وجابوا القوانين بيتحاكموا طيب احنا في حلقتنا دي بنناشد الدولة على أعلى مستوى انه يا جماعة فعلوا القوانين التجاني ممكن يبون بها تحفظ انتوا الان كضيوف مسميات كبيره عندكم لاحقين في التغيير غير مجلس المهن الموسيقيه والتمثيليه يعني في والاتحاد في اداره في اداره ثانيه اللي هي اداره جرائم المعلوماتيه نعم يعني دي برضه هي ممكن تلعب دور صحيح في المساله دي. طيب استاذ سراج خلينا احول لك سؤال وين دور الصحافه الفنيه؟ والله ما هو عدم النقد ذاته عدم النقد خلى الناس ديل انت مصنف ناقد فني صحيح كويس هو نقول ان احنا كتاب فنيين عدم عدم عدم, عدم النقد المفروض يوجه لهؤلاء الفنان المغنيات او المغنيين خلاهم هم يعني مسيطرين
مش مسيطرين على مطمئنين انه ما في نقد بيوجه لهم خلاص ما في مشكله. طيب انا اقول اي دور نقص منكم الان يا استاذ سراج؟ يا اخي والله اقول لك حاجه يعني ذيك عشان تعمل فنانه اشتري لك باروكه اشتري لها باروكه والله بتكلم معك جد اشتري لها باروكه دي مقيمات الفنانه باروكه ايوه معينات اخرى كويس اشوف لها شاعر او شاعر يكتب لها محدد بفهم محدد الفهم المحدد ده شنو يقوم يعني مثلا يختاروا لهم مفرده تكون لافته يقوموا يبنوا على النص يعني ست تقدم وصفه بتقدم وصفه عشان تعرف ويكتبوا بلاوي يبنوا على النص بنوا على النص ده لحنوا خش الاستديو طوالي سجلوا فكوها في الميديا خلاص طوالي مشت الزبائن بيجوا بغنوهم زادهم في بعضهم بتدور في بعضهم مروه تغنيها عشه تغنيها علي كايرو يغنيها موروكو تغنيها تدور كده الاغنيه تشتهر يطلبوها في الحفلات طوالي يعني هم ذاتهم ما اقول لك متفقين مع بعض. هل انت كذبت في يوم من الايام عن واحده من الفنانات ديل او الجونات بمصطلحهم او بمصطلح اغنياتهم في الجريده اللي انت بتكتب فيها او انت وجهت لهم نقد من خلال المساحه المتاحه لك؟ انا كل يوم قاعد اوجه نقد. كل يوم كان عبر 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 الصحيفه او عبر الميديا ذاتها وهي دي الوسيله ممكن الناس تكافحهم بها برضه يعني 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 الفنانين الجادين الموجودين في الميديا والاعلاميين والشعراء يعني لو قاموا ابرزوا جماليات الاغنيه السودانيه جابوا الغنى الجادي على الاقل بنقدر ناثر في الناس الموجودين داخل الوسائط دي اللي هم نحن ناس سايبينهم مسيطرين عليهم علي كايرو عش الجبل مروه الدوليه الاربعه ديل بس ديل اللي عاملين الغلغله في البلد دي كلها بالمناسبه الاربعه ديل هم اللي عاملين الغلغله في البلد دي كلها شكل الغنى اللي ساقوا بين الناس خلوه بقوا ستاندر مولانا من جانب اخر من ناحيه الصحافه الفنيه يا مولانا ناصر هل في صحفيين هم بيكونوا بيدعموا النوع ده من الفن من خلال كتاباتهم او المساحه المتاحه لهم؟ انا ما بقدر اقول لك انه فلان او علان لكن انت ممكن تدعو بانك ما تكتب في ظاهره السيئه دي ايوه بعدين انتم متناولين بس الكلام شوف يا سراج مولانا شاطر ما سمى اسماء قال لك ما قلت له هذا هو كلامه صح ما انت ساكت ساكت ليه؟ الناس خايفه من شنو يا استاذ تيجان؟ اقول لك السكات دي الناس خايفين يقولوا والله يا اخي ده حجر للحريات حجر للراي والراي الاخر يا اخي ما في راي يعني انت بتتعاطى مخدرات دي حريه انت بتتعاطى مخدرات دي حريه غنى خادش للحياه او تفك كلها عبر الميديا يعني الميديا غنى بالراي يا سراج في رئيس خليع جدا مبالغه دخل لساي والنقطه وبدا برنامج يعني خارج عن السيطره بيقى طيب يا أستاذة تيجاني الآن الموضوع بتاع أغاني المغارس أو أغاني الجونات ده بيكون حصريا على المناسبات الخاصة أو المناسبات بتاعت الأعراس وغيرها يعني الغنى ده ما بيتغنى في حفل جماهيري أو الغنى ده مثلا ما بيتغنى في افتتاح بتاع مؤسسة أو غيره هذا كلامك ده غلط هل بيتغنى؟ هل ممكن أنا في حفل جماهيري أجيب فنان؟ كلامك ده غلط أنا من جبيل بقول جبيل سراج قال حاجة كويسة قال هنالك إدارة لجرائم المعلوماتية جرائم المعلوماتية دي بيدخل فيها انك تعبي مواقع بغنى زي ده وبيدعطوا الناس ما بالضرورة تربط ميكروفون وتقول دي حفلة ما ممكن عشرات الملايين من الناس بيشوفوا الحاجة دي عشان كده هسه واحدة من المشاكل انا مشيت لمؤتمر باعتباري خبير بتاع ملكية فكرية لغاية هسه المنظمة العالمية للملكية الفكرية ما قدرت تعمل اتفاقية دولية انت هل تعلم كادت ان تنشب الحرب بين امريكا وبين الصين بسبب المصنفات والقرصنة قرصنة المصنفات السالبة والموجبة يعني الاختراع ده بالمناسبة لو ما الناس احكمت الرقابة فيه ممكن يدمر الامة يدمر العالم كله عشان كده
لغايه هسه الناس لهم 4 أو 5 سنين دايرين يحاولوا يلقوا اتفاقيه دوليه تلزم الدول الاعضاء، نحن اعضاء في المنظمه دي بالمناسبه، تلزم الدول الاعضاء عشان تعمل السياجات الواقيه الحاميه لحقوق المبدعين والمؤلفين. يعني هسه انا ممكن تلقي ديواني في 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 الوسائط ساي، يعني ده والامر الوسائط بقت مساحه متاحه للكل، يعني عشان كده لحسن الحظ في حاجه كويسه انه الحاجه الكعبه بتروح تاخذ فترتها وبتروح زي النكته السفيهه، لو حكى لك زول مره ثاني مره ما بتسمع صح. بعدين في حاجه مهمه، لكن الثقافه الحقه والقايمه على قيم الخير وقيم الجمال وقيم الاخلاق بتظل باقيه. صحيح. الطاهر رايك شنو؟ شنو رايك شنو في كلام استاذ التجاني ده انه الغنى اللي بيكون هابط او المسيء ما بيستمر لفتره طويله؟ فعلا فعلا اغنيه ما زي فوره اللون يعني يعني ما بتستمر اكثر من شهر يعني لو بالغت، لكن ترى من تغني غنى جميل غنى له معنى لحن جميل بيقعد يعني حتى اذا ما وجد حظه فبيلقى الحاجه دي يقعد للزمن يعني. تمام سمينا حاجه. طيب نسمع الليله مسافر. تمام زول عيونه كحيلة وحواجبه غزيرة، زول عيونه كحيلة وحواجبه غزيرة، علمني الغيرة سكنت جزيرة. حبيبي أنا الليلة مسافر، أنا مع جبر الخاطر كم سنة. حبيبي بريد أبقى ساعة فيدو، حبيبي بريد أبقى ساعة فيدو، أبقى ساعة فيدو تحفظ لي مواعيدو. حبيبي أنا الليلة مسافر، أنا مع جبر الخاطر لو سنة. حبيبي أمانة الظروف عكسانة، حبيبي أنا الليلة مسافر، أنا مع جبر الخاطر كم سنة. سبانا خبير ورويانا يا حبيبي أمانة الظروف عكسانا، حبيبي أنا الليلة مسافر مع جبر الخاطر كم سنة. زول عيونه كحيلة وحواجبه غزيرة، زول عيونه كحيلة وحواجبه غزيرة، علمني الغيرة سكن الجزيرة. حبيبي أنا الليلة مسافر مع جبر الخاطر كم سنة. مع جبر الخاطر الليلة مسافر، مع جبر الخاطر الليلة مسافر، مع جبر الخاطر الليلة.
مسافر مع جبر الخاطر. شكرا لك يا الطاهر وشكرا للفرقة الجميلة معك. مولانا نعود لك مرة ثانية، كنت عايز تحكي لنا حاجة ظريفة. داري أقول لك إنه معلومات إنه الشغل ده ما الغنى ده ما بيتغنى في مسارح، معلومة دي خاطئة. أنا نفسي شهدت مهرجان بتاع حاجة اسمه غنى الزنك، يقولوا على الغنى ده بيجيبوا زي فنان كل زول بيطلع بيغني غنية وجمهور على أفا من يشيل زي قول المصريين، ومتفاعلين مع الكلام الفارغ ده شديد كمان، كلهم تينيجرز شباب كده. فدي الخطورة، ديل حينشأوا بعدين مسألة صعبة جدا. ونزلنك ده ممكن اضيف عليه السراج انه هو كان بداية يا مولانا للغنى بتاع الجونات الآن. طيب انا زمان ما كان في غنى الجونات. اقول لك في فنان اسمه الدجاج، سمعته بيه؟ ايوه نعم. ها والدجاج ده واد صغير كده شافع. اي لو والدجاج هو مصنف من فنانين الزنق. هاي اللي تقول اسامي الناس يا هاي. لا اقول ما كويس، ما ده لانه حصلت كارثه بسببه. ايوه احنا قاعدين في اتحاد الفنانين عاملين له حفل في المسرح بتاع الاتحاد، عامله له اخونا شلبه. بعد شويه انا وسيف الجامعه قاعدين، انا وسيف الجامعه وعمار بانت. بعد شويه المسرح الباب الفاصل بين الاتحاد والمسرح بدوب، كسروا الباب، جو خاشين الاتحاد. نحن قمنا ورقنا كم هايل قاعد يكسروا في الاتحاد. يا جماعه في شنو؟ قالوا في بومبان فكوه جوا، عبوتين بومبان فكوين في المسرح. الواد ده اي حفله اليوم بيفكوا فيها بومبان. عارف الغنى اللي بيغنيه ما غنى هابط، بيغني غناكم ده ذاته، لكن الناس معتقدين انه ده حقه. كيف؟ الناس معتقدين انه الغنى اللي بيغنيه ده حقه. ما هو يعني بغني غنى ناس استاذ التجاني ده الغنى معروف يعني. التجاني انت الزول ده عرفته؟ عرفوا يعني. هو واحد من الشباب الصغار. الليلة انا والله لاول مره اسمع حاجات من باري. انا والله اقول لكم اسمع الزنق والغنى. هو واحد من الشباب الصغار بدايات العشرينات. هو ظهر بفئه معينه من الغنى او بستايل معين، لكن بعد ذاك لقى جمهور كبير جدا فبقى يغني الاغنيات بتاعت الكل. نعم. هو صوته جميل محب للناس. ما بغنى لكن تعرف يا دعاء ما بغنى الود ده. انا سمعت به قبل ما اجي الحلقه دي 10 دقائق كده. سمعت. اتصل علي صديق جميل اسمه الواثق، انا بحييه، عنده ولد اخته صغير اسمه الواثق زيه مسمينه عليه. قال لي يا اخي الواثق ده جه قال لي كلام غريب جدا. قال لي يا خاله يا اخي ما في حفله وديني. قلت له وديك الحفله طوالي، الغنية الحفله بغني فيها ابنه. قال لي ودي جاك يا اخي. قال لي رد جاك وصغير. طيب هو بحكم سنه جمهور صغير يعني. هو الدجاج ده يا استاذ تياني انت بتكون بتعرفه، هو دكتور وليد دجاج عمه. وليد دجاج الامين العام لاتحاد الفنانين عمه. ف يعني قلنا لوليد يا اخي الزول ده كده حاول دكتور راجي. انت من كلامك ده ودتني لمحور مهم، خليني اوجه لكم بشكل كامل يعني، لكن اوجه للاستاذ التجاني. استاذ التجاني، هل من خلال الغنى الناس بتتعامل باخوي واخوك؟ يعني امثال انا عندي زول مدير في قناه الهلال او في قناه البلد وانا فنان بتاع اغاني جونات، يا اخي كديمه تجيبه ليه؟ خليه يشتغل سهره، يشتغل ويظهر اغانيه. انا مدير فنانين، مدير اعمال لفنانين، يا اخي المسرح القومي ده يوم الاثنين ما فاضي، ما في فنان، خليه يشغل لكم، جيبوا الفنان ده خليه يشتغل دوت خالتي. هل الحاجه دي معامله بشكل كبير الان؟ اداره الرقابه بمكتب حق المؤلف واتحاد المهن الموسيقيه ووزير الثقافه والاعلام طوالي واحد منهم يرفع بلاغ ضد القناه وضد الفنان الغنى الكلام ده، لانه اساسا دي حاجه مخالفه للقانون. يعني انت ممكن تجي تعرضي خمور في الشارع مثلا، ممكن تعرضي مخدرات في الشارع، ده ما القانون مفعل. لكن يا استاذ انا كلامي من جبال لغايه ما ابوح صوتي ووجهته لاعلى مستوى. يا جماعه
رتبوا الامور القوانين موجوده فعلوها فعلوا هذه القانون. البني ادم بيخاف يوم اليوم الزول اللي يمشي اللي بيغننوا على الغنى البطال ده يغرموه 6 مليار ويسجنوه ووقعوا عليه العقوبه تاني لو كسروا رقبته ما بغني. وبعدين بالمناسبه الكلام ده انا بقوله للناس اللي بيسمعونا, الناس ما تندهش يقعدوا يقولوا نحن ما زمان ما كنا بنعمل كده زي جينا نحن, ويلقي الاتهامات كلها على اولادنا الصغار دي. اولادنا دي المستهدفين لانه العولمه دي الاختراع الكارثي ده غير في نمط اللبس والسلوك وغير في الحلاقه اللي بيحلقوها وفي الغنى وفي الزنقه اللي قلتوا الجبال ده كله, دي ما حاجات حقاتنا نحن. انت اذا داير انت كمان تعتد بثقافتك نشط الاصاله حقتك ونشط ثقافتك وخلي الغنى الجميل يبقى, انت كده بتعمل حاجه الصد ضد الحاجه المبتذله. وانت ما سمعتها قبل كده استاذ تجاني او ما شاهدت واحده من الجونات او الفنانين اللي بيجيدوا اغاني الجونات في هذه الحفلات؟ لا ما سمعتها ولا مرت عليك خالص؟ لا يعني زمان 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 طلعت اغنيه ويعني كان بيطلع غنى كده بيلموا حتى بيطبعوه في شرائط بيض بنعمل إدارة الرغابة بتلمه وبنحرقه. أسا أنت بتمسك التلفون ده بتخش الفيسبوك وستلقاني بتجي أغنية طوالي بتاعت جونات, هل ما استمعت لواحدة من الأغنيات دي أو حبيت إنه تشوف الآن الفنانين دول بتداولوا يا ترى من الأغاني؟ لا ما مرت عليك. لا أنا أصلا عندي حاجز نفسي مع الموبايل ما بحبه. بس يا ريت تسمع يعني سمع. انا ما بحبه, حتى في جماعه بيقوموا يطلبوا طلاب غير حيسمعك, في جماعه يطلبوا طلب صداقه وشنو كده وفي المواقع كده ما عندي ذات وقت. يعني انا بفتكر يعني ما تبقى من وقت لينا نحن العجائز ديل الله يطول العمر, ما اباري نوع هذا الشيء. انا قلت لك اسمع عليه استاذ التجاني عشان تعرف انه الفن الان يعني انت زول سمعتك في الفن دي ما بسيطه واللي قدمته ما حاجه هي, فانت لازم تسمع عشان على الاقل تحاول تغير لينا على قدر ما انا تقدر. ما قاعد اغير اسا والذي ده مش سمعته على هامش الحلقه دي انا بديه اغنيه. طيب بس ادينا اغنيه وادينا اغنيه للاستاذ التجاني ذات ريكشن. انا سعيد جدا بكلام الاستاذ ودي شهاده منه. الله يسلمك. فنغني ام الله يسلمك ان شاء الله. جميل نسمع لهم الله يسلمك. بسلي
حبيبي أمي الله طول العمر الدنيا يوم يلمي لك الطاهر. خلاص نعتبر انه دي ثنائيه مبدئيه ما بينك وما بين التعاون ما بين الاستاذ التجاني ان شاء الله. ربنا يوفقك يا رب. استاذ سراج من جانب اخر يبدو انك ملم بشكل كبير للاغنيات اللي احنا بنتكلم عنها. متابع لهم متابعه شديده انا ومتابع. طيب اغاني الزنق واغاني الجونات الان انت كزورة عندك مناسبه زنق يعني شنو كلمه زنق؟ والله دي مصطلحات احنا ما عارفينها جات. لا انا افتكر يقول لك فلان زنقه فلان زنق جاي من كذا يقول لك فلان ده زنقو زنقو يعني خدتوه في زاويه ضيقه زنق يعني زي دي اغنيه تقدمت غالب لحن واحد بشنو؟ غالب لحن واحد ايوه شنو يا مولانا؟ غالب اغنيه تقدم في غالب لحن واحد تختلف الكلمات بس الكلمات تختلف زنق هاي حتى في الحفله الشباب لو الفنان جه مثلا يغني اغنيه جاد مثلا زي استاذ سعدابي عشان يكون كله أزنقة. طيب يا جماعة خلونا نستمع على الاتصال معنا السجاد بحري عبر الهاتف. مساء الخير عليك يا سجاد. مساء النور عليك. كيف أحوالك ومرحبا بك في شاشة البلد. الحمد لله الله يديك العافية تحياتي لكل الأستاذ تحياتي لكل الضيوف الشاعر الكبير أستاذ متجان حاج موسى وأستاذ نادر وسراج النعيم تحياتي لهم كلهم. إن شاء الله مرحبا بك يا سجاد مرة تانية وبنتكلم عن الغنى الهابط في سهرتنا لليلة فعايزين نسمع رأيك وتفسيرك وتوضيحك لمصطلح الغنى الهابط في حد نفسه وأغاني الجونات يا سجاد. الله أنا عارف ربنا بس ربنا يفلح الحال. أنا كنت ضد الكلام ده كنت بحارس الكلام ده وبراي كنت بتمنى إنه يعني جزء من الفنانين لهم مكانتهم لهم بصمتهم لهم يعني لهم احترامهم كان يجلسوا معي اتحاربت في 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 موضوع الغنى الهابط. كنت بتكلم في الشاشات السودانية انه يا اخواننا الغنى دي رديء هو ما غنى. انا ما بعتبر الغنى ده انا بعتبرها رداء بعتبرها دي حاجة خاصة للحياة بعتبرها دي مفردات ما لايق انه نقولها في ونسة خلي قال في ساوند سيستم ولا في مكبرات صوت مع احترام للضيوف القاعدين يعني بجد ماشيين في انحطاط اخلاقي وماشيين في تدهور فني
ربنا يرحم، يعني زي ما بقول لك ربنا يرحم الفن. ان شاء الله. سجاد الضيوف الموجودين معاي من خلال المصطلحات اللي بقت لغه ما كانوا عارفينها، فبما انك موجود في الساحه الفنيه الان، عايزين منك توضيح لغنى المغارز او اغاني البلاغات والضربه على الاستاذ على استاذ سراج. على حسب انا على حسب خبرتي انا عن الليله لي 20 سنه مجال الفن، على حسب خبرتي انا دائما كنت بمشي مع الاكبر مني، مشيت مع ناس محمود تاور مع زيدان ابراهيم رحمه الله عليه. جميل. مشيت مع فنانين اكبر مني كثير بمراحل. فكنت بكتسب منهم خبرتهم، فالغناء الاسئله والله ما اقدر اصلا انا اتكلم لانه احنا في الشاشه محترمه في البلد. ما بقدر افسر لك يعني بوضوح انه مقصود شنو. انا ما اكذب عليك انا عارف. لا اخذ راحتك يا سجاد، نحن خصصنا الحلقه دي مخصوص لانه باعتباره يعني دي ظاهره سلبيه واثرت على الفن السوداني بشكل كبير. ايوه والله العظيم. فاخذ راحتك يعني مصرح لك باي حاجه. والله العظيم انا يعني اتكلمت في المواضيع دي قبل كده وتحاربت، يعني قابلني هجوم كثير انه ليه انت مالك، انت فنان ما تعلق على فنان، انت فنان ما تعلق على حد. لا قلت لهم انا فنان، انا عندي انا مصنف، عندي بطاقه في الاتحاد وعندي بطاقه في مجلس الفنون الموسيقيه، من حقي اني لما اشوف حاجه سلبيه اتكلم اقول لا ده غلط. فاتحاربت بجد وفكيت ما بروح ادلي برايي، لكن الحاصل حاليا من زمن الكورونا لحد الثورات اللي حصلت الفنانين اللي ظهروا ده الحاسس دي بجد في حاجه سلبيه، حاجه بجد توجع القلب، حاجه غير مقبوله بالنسبه لي انا كرأي شخصي. سجاد اخيرا معاك، زميلك كان على كايرو قال انه المجتمع اصبح انه بيطلب منه انه يغني الاغنيات دي، فهل فعلا المجتمع السوداني هو بيجبر الفنان او بيخليه يضطر انه هو يغني زي اغنيات الجونات وغير ذلك؟ معليش استاذ انا علي محترمه جدا في شخصه، لكن كزميل انا ما بحترمه زميل، لانه ما زعمني ولا زعمني في حاجه. انا زول بغني حماس، يعني ناسي سجاد احتمال استاذ نادر يكون بيعرف، احتمال سجانة حاج موسى يكون بيعرف، يكون سمعه سجاد فتره اخيره بغني شنو. انا بميل للحماس، يعني ما عندي علاقه بالغنى اللي بتتكلم عنه الخابط والسجاد، انا ضده، انا زعلان اقسم بالله العظيم، انا زعلان اقسم بالله العظيم، انا زعلان وسمعتي في عيني على الحاصل في الساحه الفنيه. في ناس عندها اصوات جميله المفروض تظهر، لكن انا ما بغلط الفنانين اللي بيغنوا في الغنى اللي انت بتتكلم عنه حاليا. انا بغلط الجيل الحالي اللي بيسمع لهم واللي مديهم فرصه انهم يتمادوا في اللي بيعملوا فيه. بجد شيء يوجع القلب، يوجع القلب بجد والله العظيم. انا في العبره سدت حلقي، لكن ما بيدي حاجه. احنا شاكرين لك جدا يا سجاد، وفي برنامج اماسي البلد الاسبوع الفات كان معاك واحده من اغنيات الحماسه، يعني اخر اغنيه لك، فاحنا استمتعنا بها جدا. شكرا لك يا سجاد، ربنا يديك العافيه. واخيرا بقول الضيوف اللي قاعدين كلهم ربنا يديكم الصحه والعافيه ان شاء الله. شكرا لك كثير، شكرا لسجاد، وانا حابه اشكرك مولانا نادر محمود، وعايزه منك كلمه اخيره لموضوع حلقتنا لليوم بشكل واضح وصريح. طيب انا الحقيقه سعيد جدا انه انت يعني زي ما بيقولوا هبشتي كبد الحقيقه، ونحن عشان ما نحل اي مشكله بد ان نعترف بانه هنالك مشكله. ويمكن نحن زي ما قال الاستاذ سياني يعني بنحاول بقدر الامكان انه نطلع من المازق ده بانه نفعل القوانين، نفعل القانون بيعني صفاء المجتمع ونقاء المجتمع من مثل هذا النوع من الغناء، والقوانين بتدين الحق في انه نعاقب كل من يقدم غنى هابط او غنى ركيك. وحقيقه ان الحلقه موضوع مهم جدا، ونحن والله لسه ما قلنا الكلام دارين نقوله كله، لكن ان شاء الله نلتقي بمشاهدي هذه القناه في مره ثانيه ان شاء الله، ونكمل باقي كلامنا ان شاء الله. وانا شاكر جدا لاتاحتكم لنا هذه الفرصه، وسعيد انه معي والله استاذتي يعني حي موسى والاستاذ الطاهر والاستاذ سراج النعيم. يديك العافية مولانا. أستاذ الصحفي سراج النعيم تفضل كلمة أخيرة. طيب أنا رسائل عندي ثلاثة رسائل أو أربعة أقول. كويس. الرسالة الأولى لمدير عام وقضاء الشرطة، باعتبار إنه الإدارة إدارة الجرائم المعلوماتية
تحت سلطته في انه ممكن يا يعني مسألة الفيديوهات اللي بتتبثها عبر السوشيال ميديا انه ممكن هم برقابتهم وبقانون يقدروا يحسموا المسألة دي. طيب. الرسالة الثانية لأخونا الدكتور هاشم عبد السلام اللي هو الأمين العام لمجلس المهن الموسيقية والتمثيلية، يعني أنا بتمنى يا هاشم إنك تقوم تتحرك وما تعاهد لأي زول وتنفذ القانون في شكل الغنى. أنت عندك له قانون ومواد بتقدر تطبقها وبتستدعي زول، إذا ما استجاب بتحوله المحكمة. يعني أنا ما أعرف ليه ما دارت فعل القانوني يا هاشم، يتحرك عليك على فعل القانون. الرسالة الثالثة لاتحاد الفنانين بأنه يا أخي حاول احتوي بعض الأصوات اللي يرجع منها، يعني عشان نقوم يطلعهم من البؤر اللي هم فيها دي. أنا بتذكر مرة الشجبة اللي قالت الدائرة تتحول للغنى الجاد، فناداني دكتور عبد القادر سالم واستاذنا اسحاق احمد فضل اسحاق الحلنقي، وقعدنا معاه على اساس انها تغني الغنى الجاد، واسي شيف هي اسمرت الحاجه دي عن انها بدات تتجه طلعت اكثر من اغنيه لاتجاه جاد وتغني الغنى كويس يعني. واخيرا انها غنت للحلنقي يعني. ايوه صحيح. شكرا. تمام، يديك العافيه. شكرا لك يا استاذ سراج. استاذ الدان حاج موسى، كلمه اخيره. كلمه اخيره داير احكي لك قصه صغيره، لكن قبل القصه داير اقول يا جماعه نحن عندنا عشرات المئات من الكيانات او الاتحادات المعنيه بالثقافه، وعندنا كم وزاره ولائيه للثقافه والاعلام. باختصار انا داير اقول كل زول قطاع خاص او قطاع عام معني بمسألة الثقافة تثقيف الأمة والإعلام حقها، كلنا ينبغي أن نكثف العمل حول نشر ثقافة أهل السودان وأصالتهم عشان نعيد الوجه المشرق لحضارتنا ولثقافتنا ولتنوعنا الثقافي السري ده الكثير ده. ده الموضوع إن شاء الله. والقصة مرة جيت نادتني أمي الله يرحمها، قالت لي الأحفاد كانوا بغنوا، قالت لي تيتجاني الشمار كثير أنا تاني ما بيجي ماله. دي شنو الشمار كثير فوق الحلة دي أنا تاني ما بيجي. قلت لها يا حجة الشمار يعني القوالة. قلت أنت سمعت الكلام ده؟ قالت لي أشارت لواحد من أحفادها، قلت لي ده غنى الأغنية دي. وقلت لها قلت لما انتجي أسألك منها دي يعني شوف التلقي. قامت قلت لي دي أغنية سمحة. قلت لها ليه سمحة؟ قلت لي لأنه الزول اللي غنى الأغنية دي قال فوق الحلة دي أنا ثاني ما بجي، الشمار كثير أنا ثاني ما بجي. أنا بفتكر حتى الغنى بتاع البنات والغنى الخفيف إذا تضمن قيم بيتحرض وبتعبي الناس بقيم الخير والجمال ماله لا بأس بها. ولدنا قبيل غنى لنا اغنيه ليلى مسافر، واغنيه دي حقت بنات قديمه جدا جدا صحيح. لكن ما فيها حاجه ماشي الخرطوم، يعني البنيه بتتكلم عن حبيبه ماشي يفتش رزقه في الخرطوم. لا تثريب على هذه البيت انها تقول والله الزول ده مشى مني الخرطوم، زي اغنيات الوداع الكثيره تغنوا أيوة بها فنانين أيوة كبار. ايوه يعني ايوه انا شاكر لك جدا. شكرا لك. طيب سعدابي شاكر لك جدا وشكرا للفرقه الموسيقيه. معاك كلمه اخيره واختم لنا طوال. انا سعيد جدا الليله بوجودي في قناه البلد، وسعيد جدا باطلال عبر المشاهد الكريم، وسعيد جدا يعني بوجود الاستاذ تجاني حجمون الاستاذ سراج الاستاذ نادر. فاختم باغنيه من هنا بهدية لكل المغتربين حبايبنا المغتربين حليل أهلنا، إن شاء الله ربنا يردكم سالمين غانمين إن شاء الله. جميل. نحن نودع المشاهد ونودع كل الناس اللي تابعونا في سهرتنا لليلة عن الغنى الهابط، ونتمنى فن سوداني أصيل إن شاء الله. شكرا لكم وخليكم مع الطاهر. نسمع
وقل يا حليل أهلنا. اشتهيت غداها يا اشتهيت غداها يا وكل يوم معاها يا حليلة هلا حليلة هلا يا حليلة هلا منهم طول يا حليلة هلا. اشتهيت غداها يا اشتهيت غداها يا وكل يوم معاها يا حليلة هلا ليلة هلا. اشتهيت فطورة يا اشتهيت فطورة وكل يوم بزورة يا الليلة هلا يا نهم طولنا يا اشتهيت غداها يا اشتهيت غداها والمبيت معاها الليلة هلا يا.